يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، هل يدخل في ذلك التصوير الحديث بهذه الأجهزة المعروفة؟ العموم نعم، الحديث عام، المصورين هذا عام، سواء بأي وسيلة، سواء بالرسم أو بالنحت أو بالالتقاط بالآلة الكهربائية، يشمل عموم الحديث، يشمل هذا نعم، إلا لضرورة، إذا كان التصوير لضرورة فلا بأس، بقدر الضرورة، وأما بدون ضرورة فلا يجوز التصوير نعم.